السلام عليكم، اتمنى ان تكونوا على احسن حال. بغيت نتقاسم معكم واحد التجربه ديال العبور. دابا خرجت من فرنسا في طريق العبور اسبانيا والمغرب ان شاء الله. دابا خرجت من الدار 6 ونص تقريبا ديال الصباح، وقررت نقسم العبور عبر مرحلتين او ثلاث مراحل، عبر مرحلتين على الاقل. غالبا تختاروا المغاربه في العبور انهم يقطعوا اسبانيا كامله، هادشي من غير الا جاوا من فرنسا من الشمال ولا من بلجيكا ولا ايطاليا، راه مسافه اكبر وكيكون واحد المعاناه عجيبه جدا، يرتبط هذاك العبور بالمعاناه وبالحراره فانا قررت نختار اختيار اخر. لماذا لا؟ في هذاك المسار يتوقف الانسان، فحاولت نقسمه على جوج تقريبا. واحد 1000 كيلومتر في اسبانيا غادي نقسمها على جوج، غتبقى واحد 900 اخرى في المغرب نشوف ديك الساعه الامكانيه ديال نقسمها حتى هي. تحياتي. حنا في طريق السيار انف، هي الطريق اللي كتعبر جنوب الفرنسي نحو اسبانيا. الطريق تكون مضغوطه شويه خصوصا بالحركه التجاريه للشاحنات الكبيره، كنشوفها قدامنا نيت. طريق السيار الفرنسيه اغلى من الدول ديال الجنوب المجاوره خصوصا ايطاليا واسبانيا، ولكن في الحقيقه مجهزه. تقريبا كل 10 كيلومتر كاين مواقف او واحد الموقف، حنا يلاه وقفنا واحد الوقفه، موقف اخر ديال هذا فيلاج كاتالون، اخر موقف فرنسا في اتجاه اسبانيا. كل 10 كيلومتر تقريبا كاين مواقف اللي كتكون غالبا بدون مكها، كيكون مرافق صحيه ومواقف السيارات، مرافق صحيه واماكن الجلوس، طاولات فين تجلس. تقريبا 100 كيلومتر اللي غادي نقطعوا دابا في طريق السيار الفرنسي بشي 10 اورو تقريبا، المهم كتبقى غاليه. اسبانيا جزء كبير من طريق السيار ولا بالمجان، ملي سمعت حنا غادي نتاكدوا دابا مني كندخلوا هنا من فرنسا حتى لمالاغا، تقريبا راه واحد تقريبا 1000 كيلومتر بالمجان، حيت كيعتبروا ان طريق السيار تنجزات وكان الاداء باش يخلص يخلص هذوك المصاريف اللي دارت الدوله، وكانت الدوله هي اللي تسير طرق السياره وهي تفتحها بالمجان. جميل، رائع جدا. هنا اخر محطه اداء فرنسا، والعجيب ما هي عامره شي شويه، هذا ماشي بزاف، ولكن العجيبه ما كاين حتى واحد حتى موظف حتى عامل، فقط الالات واقفين. السيارات كتمشي، كاينه ورقه بحال في كاع طرق السياره، ولكن هنا كاين الات اما كتخلص بالكارت بالبطاقه البنكيه او لا كتخلص بالنقود، والنقود تحطهم تما في لاماشين في الاله وكترد لك الصرف. نحط البطاقه، نخلص. مشيت في 5 ثواني، الاشاره راه 14 اورو، واش تزاد مؤخرا؟ انا فراسي 10. صراحه طريق السير غاليه في فرنسا، غاليه تقريبا. هذه 100 كيلومتر اللي ضربنا، 120 تقريبا، 120 تقريبا. صافي دابا خرجنا من اخر محطه الدفع، حنا باقين في فرنسا. والجميل جدا غادي نتقاسم معكم الحدوث، المعبر الحدودي بين فرنسا واسبانيا، نقربوا لي ونتقاسم معكم. حنا في فرنسا وخارجين لاسبانيا، ما كاينش حتى حضور ديال الامن ولا
الديوانه ديال فرنسا هي على اليسار مع الامن، ديال اسبانيا على اليمين الاداره ديال ديالهم راهي الرايا. ميرسي ا بيانتو. هذه طرق السياره ديال فرنسا، وحنا داخلين لاسبانيا في نفس طريق السيار، ما كاينش حتى ولو حضور امني واحد، كاين دي كاميرا طبيعي الحال ولكن ما كاينش حضور امني. وهذا الشكل، هذا العبور بحال هكا في جميع الدول الاوروبيه ما كاينش حضور امني. وهي اسبانيا الاعلان ديال الدخول لها، اسبانيا نيا صافي تيتغيروا البلايك تشوير ديال اسبانيا، وحنا راه في دوله اخرى. الناس استطاعوا يتحدوا رغم اختلاف لغتهم وثقافتهم وتاريخهم اللي داز فيه حروب دامية الى الحرب العالمية الثانية. راه فرنسا كانت مقسمة، والجوج اللي تيقودوا دابا الاتحاد الاوروبي فرنسا والالمانيا، راه تتعرفوا الدموية ديال الحرب اللي مرات بين الالمان والفرنسيين. الناس اتحدوا حيت الاتحاد قوة، حيت فيه تكامل، حيت ولات سوق مشتركة. عندك سلعة في إسبانيا تبيعها فين ما بغيتي في أوروبا. التبادل الثقافي، الغنى ديال السياحة غادي تعزز. رائع جدا. للأسف مؤسف أنه في دولنا عندنا نفس الموروث الثقافي، تنقسموا الدين اللغة، ولكن للاسف السدان الا بغيت تمشي، الا كنتي قريب 20 كيلومتر خصك ترجع للمطار القريب وشوف واش كاين شي مساطير ديال الفيزا ولا الناس. ها هو ما كاينش لا والو، ما كتعرفش الوقت اللي كتمر فيها من دوله الى اخرى. وفي بعض الدول الاوروبيه خصوصا في الشمال كاين قرى مقسومه على جوج ملاصقين، فيها جزء ديال دولة وجزء ديال دولة أخرى. قدمنا دابا فليكس بيس، واحد الشبكة ديال الحافلات اللي دار تطورها صراحة في مجال التنقل في أوروبا. هذه عندها الكونسيبت ديال لوكوست، رخيصة التكلفة، وكتنقلك في أوروبا كاملة. الربط عندهم عجيب جدا والجميل، ابتداء من 2 أورو اللي هي 20 درهم. بدأنا 2 أورو، شحال مرة مشيت فيهم؟ مئات الكيلومترات بثلاثة أربعة خمسة أورو. عندهم حافلات حديثة جدا، هو النموذج هنا. بحال عندنا من المدينة، عندنا البارسلون، كيدير بيزي بارسلون تقريبا 300 كيلومتر ب 10 أورو، يمكن تلقاها بقل على حساب وقتاش قطعتي. وهذا الكونسيبت ديال التنقل رخيص التكلفه، هذا اللو كوست، خصك تقطع قبل باش ما كنتي مبرمج قبل، تيديروا هما هذا الجزء من المقاعد بثمن لونتري دو بري، الثمن الاول، من بعد تيزيدوا. بطبيعه الحال الا بغيتي تحجز لنفس النهار، الا بقات المقعد ولا الغدا، راه غادي يكون غالي. البنية التحتية الطرقية صراحة في إسبانيا تحسب لها. احنا غادي فوق قنطرة وغاديين كاتخفوا حتى في القنطرة، والطريق السير غادي كاملة كاتخفوا. هنا الخرجة من برشلونة، هذيك الطريق اللي مشات على اليسار هي اللي كتدخل لها برشلونة. مدينة كبيرة جدا بزاف، ولكن صراحة مخدومة في البنية التحتية. واحد الطريق تلا دخلتي في برشلونة تتبقى واحد الطريق غادية طول، واحد انسيابية في الحركة ديال السيارات. وقت ما بغيتي تخرج كاين خرجات كتار،
الا بغيت توجه مثلا، الا بغيت تمشي للمطار ديال برشلونه تدخل من برشلونه وتتبقى غادي تكمل عاد تلقى المطار وما كتدخلش لشي محور طرقي ولا ما كاينش الضغط كاع على الـ على الـ على المرور وسط المدينه. وبرشلونه راه الا دخلتي المدينه الاشاره راه مدينه مكتظه جدا، صعيب تلقى فين تبلاصي فين ستاسيوني باش تعرفوا. ماشي مدينه صغيره ولا لا، الضغط هائل كبير بزاف والانسيابيات في تدبير الحركيه ديال السيارات. الطريقه هي ولات بالمجان وها الاشغال ديال اعاده التهيئه وعجيب مقاطع كثيره تتعاود فيها الطريق. هنا البلاصه القديمه ديال البياج راف هذاك الشيء عجيب هما تهيئه. بعد شي ساعة تقريبا من شي ساعة ونص ستة سوايع ونص من السياقة محطة المبيت إن شاء الله فالونسيا، فالونس تقريبا شي 700 كيلومتر. ستة سوايع ونص كافية الإنسان ما تيشاركش السباق يرتاح. من بعد ستة سوايع صراحة تولي تعب شي شوية في السياقة، أنا تيبان ليا إنسان ماشي حرفي، سائق سيارة سياحية وبغيت إنسان يستمتع شوية في الطريق ويرتاح. حتى الانتباه خصو يكون حاضر، عرفتي غالبا راه كاين اللي كيسوق 10 20 30 40 سنة في ثواني ولا أجزاء من الثانية من عدم الانتباه يمكن توقع الكارثة لا قدر الله. إذا الإنسان يرتاح تقريبا هذه جوج هنا ريزيرفيت واحد الباركينغ تقريبا شي 15 اورو ل 24 ساعة. المدن الكبار خصوصا السياحية تيكون ضغط كبير على لي باركينغ اللي الفوق، وانا عندي شوية ديال الباكاج من الاحسن هذاك سوتيغان بلدي وريزيرفيت في ان اوباج دو جونيس مأوى الشباب ب 20 اورو. 20 اورو ترتاح وتفيق، مازال في العشية منين نرتاح وندوش يمكن نخرج ندير جولة في السونتر فيل ديال فالونس. فرصة يرتاح الإنسان وتفيق بنفس جديد، ما يكونش التركيز على النتيجة اللي هي الوصول ومن بعد توصل لا قدر الله إما أحسن الأحوال عيان متعب بشكل كبير اللي خصك ترتاح يومين ولا ولا قدر الله الإنسان بعدم الانتباه ويمشي 2000 كيلومتر ولا راه بدون توقف راه لا إنسانية نتيجة ليا. مدينة جميلة تبارك الله، شو النخل حاضر، المساحة الخضراء والطرخان يا خويا، هاد البنية التحتية عجيبة جدا. دابا هذا غير شارع رئيسي فيه جوج أربعة ديال لي فوا، أربعة ديال الممرات، عجيب جدا. أنا جو برومي روبير هاديك لا فوا ديال اليمن مخليناها للطاكسيات ولي بوس والحافلات باش الناس اللي تياخذوا النقل العمومي راه تيكون أسرع من طرق المدينة خصوصا في ساعات الدربة. الدراجة تاهما على اليسر، الطوموبيلات على الطريق كتجي ما تجيبش، اون فوا مسار واحد للطوموبيلات الاخر على اليمين للطاكسيات ولي بوس، واليسر راه لي تخوتينات ولي فيلو. داكشي صراحة البنية التحتية مخدومة باش يشجعوا الناس. انت اذا شفت الطوموبيلات واقفين البيس راه غادي حيت بوحدو في الطريق، ولي فيلو راه ميستري مسيابيه باش يشجعوا الناس يستعملوا اما النقل العمومي ولا النقل الايكولوجي اللي هما الدراجات، ولا الحل الاخر هو السياره ما تدخلش للمدينه. دابا تصوركم ما ريزيرفيش انا في الباركينغ راه ما كاينش فين بلاصي، ما يمكنش حتى لي بلاص دو باركينغ ديال وسط المدينه اللي كيكونوا في الجناب محيدين هذاك الشيء، راه ما خدامش تجي انت تحط لنا طوموبيلتك. لا سير سيدي تهلاه. شو ما كاينش لي با تاع حاجه ما كاينه في ما كاينش كاع ما كاينش. حنا المدينه راه تيتمشوا فيها الناس، كاين المقاهي المطاعم المآتير، طوموبيلك سير ديها اما راك دو باساج راك دايز ولا سير راه كاين لي باركينغ صافي. الله يكون المدخل ديالو باين، هو فتنا الضوء كاين على اليمين
أينك أيها الباركينج؟ هو باركينج مكتوبة فيه ليب. Votre destination se trouve sur la droite. وهذا الباركينج. أوب كاينة النزلة 24 سور 24 كاتبين فيه ليب. أوكي غادي ننزلو على لكم شي بلاصة. السلام. كيديروا البلايص ديال ذوي الإعاقة بزاف، هادو لي كنشوفو هادو من التحديات ديال هاد لي باركينغ لي كيكونو في وسط المدينة، ولكن إن شاء الله نلقاو بابا. ها هو السيد قدامنا لقا، نحاولو نشوفو كيفاش لقا ديال مزيان يشوف هاد البلايصات هادي صافا. اليوم هاد البلاصة هنا مخصصة بشي حاجة؟ لا مزيانة بلاصة مخير. فالونس مدينة تاريخية والمعالم بين ان عندها من القدم. هذا النهار الثاني فاش تفيق في شي مدينه وتتكون خاويه هكا في الصباح، روعه والله الا روعه. جود الصباح ديما رائع، واخا في الصيف سبحان الله العظيم عجيب واحد النسيم. واو كيدوش الانسان تتسرح تتفيق بنفس جديد. صباح الانوار في الباركينغ اخويا. هاد الناس المدن مضغوطه ولكن حافرين تحت الارض. كاينين 3 ايطاج ديال لي باركينغ. ريزيرفيت سوغ انترنيت، مشيت عند لاجون دابا عطاني باش نخرج. عجيب جدا صراحه، وسط النهار ما كتلقاش بلايص كثار، ولكن رائع جدا. الناس راه كاينه الحياه الفوق وحنا تنستغلوا تحت الارض باش يباركيو الناس، والفوق اللي بغى يباركيها كيجي كيخلص. Por favor, introduzca el ticket. مرادة هادشي الاوتوماتيك، الله مرادة. واو روعة. لوبرج دو جونيس وبقى على اليسار تقريبا 2 دقائق على الرجل على الباركينغ. الصباح رائع جدا، حتى الناس اللي تتلاقى معهم في الصباح بشكل نفس الطريق اللي مشيت منها البارح وكان الضغط وكان نفسها، فاش تتغير معطيات والمتغيرات ديالها تتعطيك طريق اخرى. في الصباح البارح كان الصاد، دابا البرد. تجارب الانسانيه تتغير معطيات، تجرب حاجات جداد، الامكانيات المتاحه غير محدوده. ما كاينش البياج، تتخرج من المدينه تتلقى راسك في لوتوروت. هذه المنطقه جبليه باش تكون انسيابيه، حفار لي تونيل شحال فيه 320 متر. فاش تيكون عندك لوتوروت بالمجان تقدر دير بزاف الخرجات. انا وقفت فواحد القهوه وهي منها لواحد الفيلاج،
وتا هذوك لي زاغي ما تيبقاش شي واحد ي... هيا باحه استراحه ومفتوحه على واحد الفيلاج. دابا ما بقاش داك الاستثمار المغلق ديال بغيتي ديرها غير لوتوروت. وتيقولوا الخرجات كثار صراحه كثار وتتسهل على الناس الحركيه ديالهم حيت ماشي يخرج مع الخرجه ويعاود يرجع لعندو ولا غالبا ما تنوخر الوجبه الاولى ديال تتغدى غالبا. وسبحان الله حتى في الطريق باش ما كنتي خفيف باش ما تمشي مزيان تنشرب ما مزيان شربت قهوه وشي فاكهه بنانه وقادي الغرض جلستي تتغلق وارتا نقول تنقولها بعض المرات عمليا راه تطبيقها قليل البيطنا تديبو الفطنة. الا كلتي بزاف راه ما غادي دير حتى شي حاجه. ما كلتيش خفيف شرب الماء مزيان تقريبا شي ترونس شرب دابا فهاد دابا 11:30 هادي شرب مزيان قهوه بلا سكر مزيانه او شي فاكهه ورا الفراجة. هنا تكتبوا بالعربيه ميناء الميريا ميناء الجزيره الخضراء عاجي بقيت شي بلايك تقريبا 3 ولا 4 ديال ديال التشوير بالعربيه. خربنا الالميريا واحد المنظر ديال البحر من هنا رائع جدا. عندهم واحد التزاوج رائع جميل بين البحر والجبل روعه. درت اون بوتيت بوز وجيت لابلاج عندهم مجهزين خطيره هاد العنايه بال بالسياحه الصبليون معروفه بتجد السياح بزاف وبانوا ليا المان كثار هنا. شوف النخل كي طلع في لابلاج الالعاب ديال الوليدات هذوك الشمسيات اللي البوبليك وما كاينش دوك المظلات اللي تكراو اللي معمرين لابلاج. في الطريق تلاقيت مع شي طوموبيلات فيهم الماتريكول ديال الدنمارك وصايقينهم غالبا مغاربه ولا جزائريين من البور ديال الميريا. كاينين خطوط ديال النقل البحري للمغرب والجزائر. الدنمارك عرفتي شحال ديال الطريق شحال ديال الدول عبرو ومني كتقارن منين جيتي نتا زعما شابو شابو ما ساهلش خصوصا اللي جيب مع العائله عجيب. ولكن الجميل هو فاش تاخذ السفر كمسار من المتعه ما كتنتظرش النتيجه حيت غتكرفص غتكرفص. انا ضربت 1000 كيلومتر قسمت على جوج درت البارح 650 قول شي 1000 نيتو 650 700 واليوم شي 400 اكثر من 1000. من بين الاخبار الرائجه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العبور من اسبانيا وما خطر السرقه وكيوقفوك الناس في الطريق باش يديروا في الغالب راه جيتي طفول السطح والا فهادو تيبقاو استثناءات الانسان ينتبه. في السفر اكيد لابد من الانتباه ولكن واحد الوعد السما مهمه ورائعه جميله جدا والتفاؤل تفائل بالخير توقع كل ما هو ايجابي صافي وكتمشي وكل شيء كيتيسر. استثناء اللي ما تيسرتش شي حاجه كتبقى استثناء وكتدبرها في حينها. اي طريق اي طريق اي طريق كيف ما كان تيدبر في حينه والا الا كان عندك ليطا ديسبري نيجاتيف اش يوقع تتكون متمركز حول المشاكل كتقول زكا هذا دوبلني غادي كنت غادي دوبلوني جدرمية انا نيت قلت راه يمكن تجاوز السرعه داير ليميتور غادي مزيان. كتولي كتركز على كل ما هو سلبي واش تيوقع الحاله الذهنيه الحاله لي طابسيكولوجيك ديالك كتعذب صاحبي كتعيا كتعيا راه التعب راه ماشي جسدي راه كاين تعب نفسي اللي افضع وكيأثر على ما هو جسدي. في تجارب الحياة عموما تفائل بالخير تفائلوا بالخير تجدوه توقع ما هو أحسن
وغالبا غالبا الا كان عندك ليطا بوزيتيف ليطا ديسبري راه غادي يوقع داكشي المزيان. وفي الاخر الا وقعت شي حاجه اللي ما غادي تدبرها وغادي تطور شي مهارات جديده حيت غتحتك بوضعيات اللي ما عشتيهاش قبل. انت ديما الطوموبيله مصيبه وعاد النهار خسرات راه وضعيه جديده غادي تدبر وغادي يكون الحلول. في الاخر كاين الحلول كاين الحلول. فالانسان اكثر ما تعرضت للمواقف اللي تموبيليز تتعبأ فيها مهارات جديده وتطور فيها علاقات جديده راك تتعلم. والحياه الحياه دروس. الميريا تبارك الله مدينه رائعه جدا. جيت للبور في الغروب تقريبا ديال الشمس روعه روعه. مدينه رائعه جدا بس البور كبير منظم. دخلنا البور وتوجهوا مليليان نادور وهران عجيب. وكاين واحد الانسيابيه عجيبه عجيبه. زيد 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 اول مره تنجيت تلفتي شويه بلاتي وين تتسول كارد امباركمون في التليفون صافي تيقولوا لك فين غادي نعاود نسول. هلا الميريا ميليل الياريا برفيتو سيغاتا كوتشي فالي فاير ريتو دو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش ريتو الفوندو الفوندو داكو. اوكي اخويا دايرين الميسرين بزاف عجيب هادشي عجيب. الطوموبيلات تي او روعه روعه كل باطو تيديروا ليه الجميع ديالو عجيب نشيط القضيه. هنا الحمد لله كاين بلاصه لودو دايرين حتى الجامع القهاوي كذا. لا لا تجربه اولى اتنبا ان شاء الله غادي تكون ايجابيه. بغينا ندخلوا الباطو باليريا والعجيب ما كاين حتى بوليسي لا مراقبه الجوازات لا والو. غاديين المليليه اللي هي تحت السيطره الاسبانيه ما كاين حتى بوليسي غير انسيابيه فلا بوليسي فيه بزاف ديال بزاف ديال الطوابق ديال باركينغ. السلام عليكم صباح الانوار. وصلنا الحمد لله المليليا خارجين دابا من المحبر. طلع النشاط كاين واحد شويه الضغط حين تعامر الباركينغ عن اخره ديال لي باركينغ كاملين ديال هذه هنا عامرين 100% عامرين 100%. دابا الحمد لله خارجين تقريبا شي وي تكون تقريبا واحد نص ساعه باش تلقوا باش تلقوا الطوموبيلات مع كاينين دي نيفو كتر كل مره كيتلقوا واحد. نتبعوه خير ان شاء الله. المهم الصباح وصباح النشاط والحيويه. الله جزنا من الديوانه ديال السبلين واحد النسيابيه عجيبه جدا. المهم تيشوفوا بعض الطوموبيلات اللي تيشكو فيهم اللي تكونوا عامرين بزاف ولا ولكن الصراحه ما تيقلبوش بزاف كاع. المهم هادو ماشي شرطه الحدود. كاينه شرطه الحدود في المعبر ديال بني نصار كاينه ديال السبلين وبعد ديال المغرب. اشاره المازوت عنده مرخيص اورو فاصله 6 تقريبا بحال الثمن اللي داير في المغرب. دابا يمكن تدعموا الحكومه الاسبانيه باش ما يكونش فرق كبير بين حيت التالم المدينه راه عانات اقتصاديا مع كورونا ومن بعد هذا الاغلاق كانت تتحرك بزاف الكونتربوند. دابا هاد السده نأطر عليها بزاف. المعبر الحدود ديال الاسباني في مدينه مليليا كاين شويه ديال الضغط
تيجيبوا الناس الباركينغ هنا بين ما يتسناو تخفاف شويه يخفاف المعبر باش يدوز. كاين الطوموبيلات هذاك جاو نزلوا تقريبا جوج ديال الباطويات، واحد من مالاغا وواحد من الميريا. الميريا راه داك اللي جينا فيه راه عامر، ومالاغا غالبا حتى هو باركينغ كبير. كاين الزحام في المعبر، المهم تيدبروا راه اكراه بزاف ديال الطوموبيلات واقفين في الباركينغ. ساعه تقريبا تحركوا شي شويه، تيحركوا صف بصف. دابا خرجت نتحرك شي شويه نشوف شي قهوه. علاش جيت من مليليا؟ وشنو الفرق بين العبور هنا من مليليا ومن طنجة، ميناء طنجة المتوسط؟ هذاك ديال الجزيرة اكثر انسيابية. علاش؟ حيت تخرج من الحدود وانت في القارة الأوروبية، تيطبعوا لك شوطات الحدود الباسبورات وانت داخل الباطو، كتكون انسيابية اكثر. ودي وانا تما ما تيقلبوش صراحة. ما المهم عموما هاد الناس تيبنيو على المرونة وصافي دوز، وتيدبروا العملية ديالها كان الضغط راه تيطلق في الباطو. كيكون الشرطة المغربية تما كيطبعوا لك الباسبورات، اذا فيك الساعة ونص ولا ساعتين ولا ثلاثة على حساب الباطو والمسار، كيطبعوا لك الباسبور وكتسجل السيارة وكيعطيك ديك البطاقة ديال التسجيل. فاش كتنزل من الباطو، تنهضر على طنجة، كنزل من الباطو كتلقى واحد البوليسي كيفيريفي كيتأكد واش مطبوع الباسبور، ومن بعد تدخل عند الديوانة كيقلبوا شي شوية الطوموبيل ولكن داكشي سريع وتدوز. هنا لا استثنائي شي شوية الوضع في مليليا، حيت انت في السبليون. فاش بغينا نطلعوا الباطو ما كان لا بوليسي، قلت لكم لا والو. طلع 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 طلع. من بعد فاش تنزلوا ثاني واحد التقليبه خفيفه بوليسي، المهم تيتاكدوا من السلامه، تدخل من ليليا. كاين واحد المعبر صغير هو اللي تيدبر هذاك الانتقال من هذه الارض المتحكم فيها من طرف الاسبان ومليليا وبنينصار اللي حدا الناظور في المغرب. فاش تنزلوا مثلا اليوم جوج باطويات، ما عرفتش شحال نقدر تما، واحد ما عرفتش 600 سياره ولا صافي، تتولي الوضع خارج، المهم خارج التحكم. تيدبروا الاكراه، انا عجبني الحال. المهم دايرين صفوفه، اللي جا الاول كيدخل الصف اللي صافي، و تتوصلك انه بدك تمشي. دابا شي ساعه ونص تقريبا تحركوا شي شويه، تنقلب على القهوه، الناس باقي سادين، غادي نشوف الا لقيت شي قهوه. ومن بعد كي تفوت الحدود هذه ديال اسبان تتلقى المغربيه، اذا شي شويه كثر ولكن مزيان تجربه، ما عمرني جيت من هنا باش دوز منه مزيان. كاين الضغط من بعد 4 سوايع ونص في الباركينغ، هذا اللي خصوه الشرطه الاسبانيه هنا. وصل الدور ديال الصف ديالنا ودخلنا، دخلنا راه باقي تنتسناو في الصف اخر، راه الصف تيتحرك في اتجاه المعبر. والعجيب جا واحد الشرطي اسباني بداو تيكلاكسونيو الطوموبيلات، حيت 4 سوايع انا شي بوحدي، كاين اللي معاه الوليدات صغار، صعيبه 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 صعيبه. 4 سوايع ونص وكاين شويه الحراره، وبدا تيشرح لهم راه تنحاولوا، كاين الضغط بزاف. وقال لهم خصوصا الجانب المغربي، دابا هنا كاين انسيابيه، ما تيضبطوش حركيه السيارات. السيارات الاوروبيه يمكن تحرك فين ما بغات، تخرج ولا تدخل ما كاينش مشكل. وحتى في الطبع ديال الباسبورات ميسترين، والديوانه ما تيقلبوش بزاف. وعندنا اتنبا اكونفيرمي، المهم الضبط ديال السياره، تعطيك واحد البطاقه وتتسجل هذيك مهمه الديوانه. في طبيعه الباسبورات تعطلو شي شويه مقارنه مع الجانب الاسباني. وفي التقلاب اللي كنت تنسمع ديك الساعه، دابا خصهم يتلقوا حيت الناس راه تعطلوا بزاف. دزنا اللور من الجمارك، من الديوانة بوليس لا فرونتيير ديال اسبانيا، كاينش دقيقة. إذا داكشي اللي شرح البوليس صحيح، كاين الضغط شوية هنا المعبر المغربي. خرجنا من المعبر ديال بنينصار، دابا في الطريق للناظور. هاد الطريق رائعة وجات موازية للساحل ديال الناظور.
تقريبا واحد الخمسات السوايع ونص منين وقفنا في الباركينغ، فيها 4 سوايع ونص ستاسيونمون ما تزعزعناش، وفاش تحركنا ساعة الإجراءات. والجنوب الإسباني كان سريع صراحة، حتى المغربي ما كانش متأخر، زي ما كنت قلت راه بغيت تعطلو بزاف ولا، ولكن حيت عندهم إجراءات ديال الديوان خصهم يسجلوا السيارة، البوليس راه تيطبع بشكل سريع. تجربة صراحة، أنا تيبان ليا المعبر ديال طنجة حسن في المسيابية، حيت تطبع تما في الصبريون عاد تجي لهنا وتيكون معاك البوليس في الباطو تيطبع لك، ولكن تجربة تعاش. من الناظور غادي فواحد الطريق وطنية للطريق السريع ديال فتاوريرت، وجدت من حدا هاد القطار، قطار العتيق، وتينقل واقيلا تينقل الزفت، بالي الزفت تما اللي منقول يمكن، ولا شي معدن، شاربون، الشاربون، الفحم. شحال رائع تغيير المناخ والغطاء النباتي، عجيب عجيب. الله يعز البلاد، هادي أول ستاسيون في لوتوروت ديال من تاوريرت إلى غادي لفاس مكناس. ها الخيمة نعم أسيدي، الزرابير النشاط دير نعم أسيدي بحال هادي هكا، بدا قيمة كلها تايك وتتكا. بعد 4 ساعات ونصف ديال السياقة من غير توقفات، غادي نوقف في مكناس ان شاء الله، ندوز الليله هنا، نهار نشيط، 5:30 في المعبر الصباح، وساعه باش نغيباري هذاك المشكل ديال الاكليم، و 4:30 في الطريق، شي ساعه تقريبا ديال التوقفات، نوقف ان شاء الله. والجميل انه تواصلت مع واحد الصديق ديال الدراسه، رائع جدا كيفاش تحيي هذوك العلاقات، انت مسافر وتتحيي العلاقات وفي تواصلي ديما، واش عندك شي التزام، ما عندك شي برمجه اليوم في الليل، واش ممكن نتلاقاو نتشوفو ونجلسون. وسبحان الله العلاقات الاجتماعيه راه مهمه بزاف، يمكن في علاقه في لقاء شي واحد تعرفه ولا صديق ولا يمكن يحفزك فكرة جديدة، يمكن تكون عندك يكون عنده رأي في مشروع مثلا، تشبيك والعلاقات مهمين جدا. صباح الأنوار من مكناس، وواحد الليلة رائعة جدا، صلة الرحيم، يرتاح الإنسان، واحد تحمحيمة يا سلام، من بعد تحمحيمة راه واحد الراحة عجيبة جدا. الطريق باقي تقريبا 5 سوايع لمراكش. طريق السيارة في المغرب توسعات بشكل كبير صراحة، البنية التحتية اللي تتسرع تتساهم في التنمية، تتقرب بين المدن، تتسهل التنقل. كاين شي مقاطع خصهم إعادة المراجعة شي شوية، تكونوا موضوعيين، بحال الطريق السريع ديال وجدة هذيك جديدة وما عرفتش ولات بواحد بحال اللي طوبوكو ولاو فيها. خصها إعادة النظر. على مشارف مراكش نقطة الوصول إن شاء الله. في لوتوروت استعملت هاد الجواز، شريته في المدخل الأول ديال البياج ديال الأداء، تيدير 50 درهم 5 أورو، وفيه 40 درهم ديال الرصيد، تتشارجي عند لي زاجون ديالهم كيكونوا تقريبا في كاع المداخل ديال الاداء، وعملي جدا، تدوز بصور من داك الطرق السريعه، ما كتوقفش تخلص الصرف ما تصرف، صراحه رائع جدا. واحد الملاحظه على الطرق السريعه هنا في المغرب، المهم مريت انا من ديال فرنسا واسبانيا، يمكن اللي كيتشارج ماشي بحال ولكن طريق كاين شويه ديال ترعاد في الطريق، هذاك المقطع اللي قلنا ديال وجدة ما عرفش كيفاش، واش الميزانيه اللي كانت فيه قليله ولا، ولكن راه خصو ولا ما كاينش لونتروتيان ديالو. الطريق مقارنه مع الدول الاخرى شويه كتحس بالطوموبيله كتحرك، ما عرفش انا بالي ماشي عادي واش الميزانيه
عندنا الكفاءات، هذه مسألة أكيدة، كاين الكفاءات اللي ينجو عمل في المستوى. دول أخرى كنا في تركيا مؤخرا، يمكن تخسوا معكم من بعد شي مقاطع، التوما عندهم بنية طرقية رائعة، الطرق ستخدم إلى تتبني طريق راه تتبنيها المئات السنة القادمة، وهذا بهاد لو تور مايمكنش تعاودها من أزيرو اللي دايما 20 سنة مثلا. هادي ديال مراكش الدار البيضاء، كاين شي مقاطع تعاودوا بحال الرباط، الدار البيضاء مزيانة صراحة مزيانة، ولكن مايمكنش يكونوا استثناءات اللي تي مهم. المهم هادي ملاحظة تتبقى. رحلة كانت رائعة جدا، قسمتها على 4 أيام، كانت 5 السوايع تقريبا المتوسط ديال السياقة في اليوم، 2000 أكثر من 2000 كيلومتر. السفر تيبدا نهار كتبداه، كتخرج من المنزل كتحزم الحقائب، راه كيبدا السفر، برم السفر ديالك، تنسافروا باش نرتاحوا باش نبدلوا الجو، أيا كانت الوجهة. وبطبيعة الحال راه مسألة نفسها في الحياة، في التجارب الإنسانية راه كتبداها مني كتنطلق. حاول في مسارك تعلم دروس، استفدت، استمتعت، تطور علاقاتك الاجتماعية. الحياة راه مدرسة، راه فيها كنتعلم، وما ننتظروش النتيجة حتى يولي عندنا، حتى تزوج ولا حتى تدير الوليدات ولا حتى تدير الدار ولا حتى تستقر مهنيا ولا حتى، راه احيانا يمكن تنتظر بزاف والنتيجه من بعد راه طورت واحد الحاله ذهنيه سلبيه اللي ما غاديش تخليك تزيد لقدام. سعيد جدا بتقاسم التجربه معكم، باقي تقريبا واحد 45 دقيقه، يمكن ما نديرش فيديو من بعد. تحياتي، نلتقي دائما لنرتقي، السلام عليكم.